عاملين ايه الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من zagworks.com. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الفرق بين الفيجوال افكتس والمونتاج، وما تنسوش تشوفوا الحلقه اللي فاتت عشان تعرفوا الفرق بين الموشن جرافيكس والانيميشن. اشوفكم بعد الانترو. الفيجوال افكتس او الخدع السينمائيه او السحر السينمائي، المجال ده بنشوفه في افلام السينما بشكل ضخم. مفيش فيلم في العالم ما بيحصلش فيه فيجوال افكتس، واكتر تكنيك بيتم استخدامه في الفيجوال افكتس هو تكنيك الجرين سكرين او الكروما، واللي اتكلمت عنها في الحلقه الاولى من زاك توك بالتفصيل، تقدروا تشوفوا الفيديو من هنا. الفيجوال افكتس متاح فيه استخدام كل برامج الجرافيكس لانتاج المشهد اللي بيطلب المخرج، ده غير كمان ان الشركات اللي بتطور وبتبرمج السوفت ويرز دي اوقات كتير جدا بتبرمج برامج معينه معموله مخصوص لمشهد معين في فيلم، لو التكنيك اللي عايزين يستخدموه في المشهد ده ملوش وجود في برامج الجرافيكس، زي فيلم ترانسفورمرز مثلا، والفيجوال افكتس بتاعته كانت معقده جدا لدرجه ان الفريم الواحد بس كان بياخد 38 ساعه في الرندر. ولان طبعا تكاليف الفيجوال افكتس بتكون عاليه جدا، اوقات كتير قوي الممثلين او المخرجين بيستغنوا عن جزء من مرتبهم عشان يساهموا في انتاج الفيلم. ومعروف عن الفيجوال افكتس ان دايما مش استوديو واحد بس هو اللي بيشتغل فيه، بيبقى اكتر من استوديو، ممكن يوصل العدد لخمسة او ست استوديوهات شغالين في فيلم واحد بس، وبيوصل عدد اللي شغالين في الفيلم ل 14 و 15 الف بني ادم من مصممين وعمال وممثلين بجانب المخرج وشركه الانتاج. وبيتم استخدام الانيميشن والموشن جرافيكس والمونتاج اللي هنتكلم عنه بعد شويه كجزء اساسي في الفيجوال افكتس، وكمان بيتم استخدام السبيشال افكتس والمقصود بيها تاثيرات النار والانفجارات والدخان، واللي اوقات كثيره جدا بتتصور بالفعل لاضافه عنصر واقعي جوه الفيلم، مش بيبقى كله كمبيوتر جرافيكس. بيمر الفيجوال افكتس بمراحل كتير جدا، من بدايه فكره الفيلم وكتابه السيناريو والتصوير لحد ما بنوصل للمرحله النهائيه في الفيلم وهي البوست برودكشن، واللي بيتم فيها تنفيذ الخدع السينمائيه في المشاهد بتاعه الفيلم باستخدام الكمبيوتر. وفنانين الفيجوال افكتس تخصصاتهم كتير، يعني ما ينفعش واحد بس هو اللي يعمل كل حاجه، ده لكل حاجه صغيره جدا جوه الفيلم ليها حد مختص فيها عشان كل حاجه تطلع بيرفكت. فمثلا لو في شوت مثلا لا يتعدى الثلاث ثواني ممكن تلاقي 25 مصمم على الاقل شغالين فيه. بعض تخصصات الفيجوال افكتس: الكومبوزيتور، مسؤول عن تجميع وبناء الصوره النهائيه للمشاهد وتركيب كل عناصر المشهد من انيميشن وسبيشال افكتس وغيرها. الكونسبت ارتست، بيساعد في مرحله كتابه سيناريو الفيلم برسم صور عاليه الجوده لكونسبت الفيلم اللي المخرج عايزه. اللي هو ارتست، وده بيحول الستوري بورد ال2D المرسومه لمشاهد 3D، وبيكتب على كل مشهد اللي بيحتاجه من حركه وزوايا الكاميرا والشخصيات. الماتش موف ارتست، مسؤول عن التقاط حركه الكاميرا الحقيقيه المتصوره وترجمتها على برامج 3D لاضافه الفيجوال افكتس بعد كده. المات بينتر، هو اللي بيعمل الخلفيات لكل مشاهد الفيلم وبيركب الصور مع بعضها زي مثلا المباني والغابات، وكل ده بيبقى ببرنامج الفوتوشوب. الروتو ارتست، ده مسؤول عن تفريغ الشخصيات او العناصر من المشهد ويخليها بدون خلفيه عشان يبقى سهل بعد كده تركيب الفيجوال عليها. التكنيكال دايركتور، بيبقى مسؤول عن التكنيكس المستحيله واللي مش سهل تتعامل بالبرامج والبلاجنز المتاحه، والراجل ده ممكن يشتغل على افكت واحد بس طول مده الفيلم. المونتاج او الايديتنج، المونتاج مش مجرد قص ولزق زي ما ناس كتير فاهمه، دي مرحله مهمه جدا في انتاج اي فيلم او مسلسل، واللي فيها المخرج بيقفل الفيلم بتاعه وبيبقى ملازم للمونتير اللي بيمنتج له الفيلم عشان يطلع الفيلم زي ما تخيله على الورق. وكمان بيتم تركيب الموسيقى التصويريه والساوند افكتس على مشاهد الفيلم، وتركيب تترات البدايه والنهايه ومشاهد الفيجوال افكتس وتقفيل الفيلم كليا. المونتير هو مسؤول المونتاج، راجل لازم يكون بيفهم في الاخراج والتصوير كويس عشان يفهم بيركب المشاهد ازاي، ويكون عنده درايه بحركه الكاميرا وتنقلاتها، وعشان كمان ما تعبش المخرج. وسحر المونتاج بيظهر اكتر في انك لما تيجي تمنتج مشهد مثلا وعكست لقطاته او عملتها اكس تشينج بتختلف القصه تماما، يعني ممكن تحكي الحكايه باكتر من طريقه وبشكل مختلف عن طريق المونتاج، وده اللي شفناه في الفيلم الرائع جدا واللي واخد اوسكار، فيلم بولب فيكشن، من اقوى الافلام اللي تم فيها استخدام موضوع الاكس تشينج ده، وده ادى ان القصه اتحكت بشكل مختلف جدا عن انها تتحكي بطريقه السرد العادي او التسلسل الطبيعي للمشاهد. Thank you.
وجدير بالذكر ان المونتاج زمان كان عملية معقدة جدا وصعبة وبيتم استخدام فيها مكن ضغط وبطريقة يدوية، لكن دلوقتي كل اللي انت محتاجه هو سوفت وير سواء كان بريمير او فاينل كات او حتى موفي ميكر وكمبيوتر. افضل برامج للايديتنج في 2016 على التوالي: ابل فاينل كات، كوبل فيديو ستوديو، سايبر لينك باور دايركتور، بينيكل ستوديو، وادوبي بريمير. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان يوصلكم كل جديد في عالم الموشن جرافيكس والفيلم ميكينج، وكمان تتابعوا الدروس الجديدة اللي بنزلها دايما على الشانل. كان معاكم محمد زازوق من زيكوركس.com، واشوفكم المرة الجاية. سلام عليكم.